السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة فلوغو تاويل بيتي شانيل. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جديد عشاق اكسيون. درت لكم جولة خفيفة ظريفة في اكسيون لغيفاج جديد ديال هاد السيمانة. ما بغيتش نطول في الفيديو، تبارك الله جاي بزاف ديال الحاجات، لكن بغيت ندير واحد المعدل ديال 18 دقيقة كافية الواحد يعني باش ما كيملش من الفيديو، وان شاء الله الى كتب مرة اخرى نرجع ندير لكم جولة. كيف كتعرفوا كل اربعاء كيجي جديد، تبارك الله جايب شي حاجات كيحمقوا، منهم واحد لوسيت ديال المعالق والفريشطات فيه 39 قطعه ب 20 اورو. دابا تشوفوا معايا كاين في اللون الذهبي وكاين في اللون الاسود، كنظن صورت لكم غير اللون الذهبي. جايب ايضا لوسيت ديال المعالق والفراشط وكيكونوا فيهم 16، كيخصوا لاربعه ديال لي بيرسون، اربعه المعالق كبار، اربعه السكاكن، اربعه الفراشط، واربعه المعالق صغار. جايبهم في اللون الذهبي سامبل، في اللون ديال الفضي، في اللون الاسود، وفي اللون الذهبي اللي منقوش. هذا دائما كيكون عليه طلب وقليل فين كتلقاوه، فسارعوا راه جايبهم اليوم اكسيون. والثمن ديالهم ل 16 القطعه كيديروا 10 اورو تقريبا، كلشي راه موضح في الفيديو. فحاولت نوعي لكم شي حاجات من الكوزينه، شي حاجات من الديكور، الاكسسوارات، باش تاخذوا فكره على الجديد. جايب اكثريه داكشي ديال الشموع والمعطرات، شي حاجات كيحمقوا ديال لا سيزون، فنين واثمنه مناسبه. وواحد الحاجه اللي حمقتني بزاف، واحد البريق ديال الزاج ديال القهوه ولا ليزان فيزيون مع الصفايه ديالو، الثمن ديالو خيالي مقارنه مع الاسواق، راه ميزه البنات. هذا الا لقيتوه غير خذوه. المهم كنتمنى لكم احبابي فرجه ممتعه، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، ما تنسونيش من لايكاتكم اللي كتشجعني بزاف، ولا عندكم شي ملاحظات كتبوها لي في التعاليق. نتمنى لكم فرجه ممتعه، تهلاو لي فراسكم للفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.